ايه المكان ده؟ ما تقلقش احنا ماشيين صح، انزل بس في المزلقان ده. انزل فين بقى؟ الحق هان. ايه؟ في واحد معاه بلطه؟ بلطه ايه؟ هو ماشي في الغابه. غابه ايه؟ بقول لك بلطه مش بطه. ايوه يا عم سمعتها، دي اسمها سنجه. سنجه ايه السنجه دي؟ السنجه دي آلة موسيقية بيقعد يعزف عليها. يعزف عليها؟ ايه يا سيف؟ ايه يا سيف الغباء ده؟ ما عادي يعني، ما انا ما بنزلش من بيتنا الا وانا معايا القرن. قرن فلفل؟ عشان تشعوطي اي حد في عينيه. ما تقلقش ما تقلقش يا عم سيف، انت ماشي معاك هاني الدبدوب. ما تقولي حاجه يا شوشو، دي القعده صغرت قوي. ده دوبي دوبي دوبي. الحقوا، في طفل صغير مش لابس بنطلون، اقسم بالله اهو. ايه ده؟ فين ده؟ ايه ده؟ ده مش صغير، ده كبير. لا لا مش هبص. تجيبنا فين يا هاني؟ بس مش ما تخافش، مش ممكن المكان ده. يا نهار اسود، اقف اقف هتدوسوا. مش عارف عايز ايه. متقلقش، دول اهل المنطقه لما بيلاقوا حد غريب داخل عليهم فلازم يامنوا كده اهوت. مش انتوا في منطقتكم لما بتلاقي حد غريب بتامنوا؟ هاني انا من مصر الجديده، مصر الجديده بيخشها حوالي 2 مليون واحد كل يوم. اقف انا بقى في ميدان روكسي امن الشعب؟ خلاص خلاص انا هتصرف احل الحوار ده. انزل معايا. لا انزل انت. لا انزل عشان تتعلم كده وتعرف تتعامل في المواضيع دي. انزل. انا خايف. ما تخافش انزل، انت نازل معايا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معلش بس يا مدير سكه كده عشان معانا حريم داخله. والحريم اللي هيعدوا دول بقى حلوين على كده؟ يعني شغالين قشطه بيقولوا يعني. بيقولوا انت ايه يابا، انت مش شواف ولا ايه؟ انت لو راجل شواف تعرف تترجمني صح. انت ايه ما تعرفش هاني الدبدوب؟ مين؟ هاني الدبدوب. وترى بقى دبدوب بحجره ولا زنبلك؟ على الطلاق حلوه. يا سيف بتنايل ايه؟ بتضحك على ايه؟ عشان ابان ابن حنك. بس اخرس خالص. حاضر. لا يابا، هاني الدبدوب بيشتغل بالطاقه السلبيه. صل على النبي. اه وروح بقى اسال كبيرك قول له مين هو هاني الدبدوب. انا ماليش كبير يا. ايه ده؟ طب اشتري لك كبير. انا الكبير هنا يا. والله ايه ده؟ معلش عشان انا مش من المنطقه دي يعني. حضرتك الكبير بتاع المنطقه؟ اه. هو اه ولا لا انت؟ يا عم بقول لك اه. معلش انت قلت الجمله ونفيتها برضه في نفس الوقت. معلش اصل شكلك صغير برضه وما يبانش عليه ان انت الكبير. انا شاب لكن ولا عمري الف عام. شغال في محل رخام وابويا شغال في اللحام. ما تاخدش على كلامي عشان عندي سكاب. طب ما تاخد برشام. على الطلاق حلوه. عسل. انا ابن حنك زيك. انت عسل. جاي تعمل ايه هنا؟ جاي لحن الكلمات اللي انت بتقولها دي. ما تهزرش، هو بس اللي يهزر. ماشي حقك عليا. معلش جاي ليه؟ جاي عشان اقابل المعلم منعم. المعلم منعم مين؟ المعلم منعم مين؟ طب ثانية واحدة معلش خليني. شوشو ايه دبدوبي؟ إيه المعلم منعم اسمه؟ المعلم منعم ايه؟ اسمه المعلم منعم الحرامي. ما عندناش حرامويا يا عسلويا. عسلويا؟ الحق دبدوبي ده بيقول لي عسلويا. اه خش يلا خش جوه. طب انا جوه العروب بويا. جايين للمعلم منعم لو سمحت يعني انده لنا على المعلم منعم. مفيش منعم هنا، اتكل على الله عشان ما اعملهاش معاه. يا لو سمحت انت. ايوه عسل. لا مش عارف فين المعلم منعم، وسع لنا عشان احنا ندور عليه. ايه الاساتوك ده؟ بقول لك يا زميلي تعال. امرني. انا امشيك. الله يكرمك. بس ليه طلب سؤال ان. ايه طلب ايه؟ سؤال ان. اؤمن عادي. سيبها وخد عرقها. لا يابا خدها بعرقها يابا. ما يغلاش. بعرقها؟ اه ما يغلاش عليك. اخلص. عرقها ده انضف منك. من المجنون. انا اسف جدا، انا مش عارف عملت كده ازاي. ايديا انت هتف هتف علي. تف تف علي. هتعمل ايه؟ على الطلاق لا تموت ياض النهارده. طب ثلاثة على الطلاق لا اقتلك. على الله. حد ليه يشوف حاجة؟ طب حد شاف شوقي حامد؟ راح مشوار وراجع يا معلم. لما يرجع قولوا له المعلم منعم عايزك. يا معلم منعم. في ايه يا ولا؟ انا هاني حامد اخو شوقي حامد وجايين لك من طرف الست صباح. صباح العيقة؟ الايه؟ العيقة. اه جايز. هي عيقة. اه سيبوهم. Thank you.
ترضيك يا سيد المعلمين يتكتروا علينا ويلونوا على حريمنا ونقف ساكتين من غير ما ناخد حقنا؟ متوجه انت تضربونا هنا يالا؟ انت جاي تضربنا هنا يالا في منطقتنا؟ انت واكل ايه؟ والله لحم بطن من الصبح. ده انت ولعك زخانه بحالها. خد يا شيبه. يا معلم روح تعيش. فينو ولا كايزر يا معلم؟ فينو فينو. ماشي يا معلم. انا حيتك من تاني. استغفر الله العظيم. معلم انا اللي كنت بتضرب. انا حيتك من تاني. استغفر الله العظيم يا رب. الجراحة حلوة مفيش كلام، بس اخد الحق صنعة، واللي انت عملته ده مفيش فيه اي صنعة، دي دخلت انك لميت وانهم لميتون. واضح يا معلم انك متأثر بالفيلم ده قوي. فيلم ايه؟ فيلم ايه؟ مش بعدين. معاك سجاير؟ ما انت بتشرب معاه السلوى يا معلم. انت مالك؟ صح صح صح، اتفضل سيجارة يا معلم. هات العلبة كلها، حط السيجارة. انت فديت نفسك بالعلبة دي. ده لو ادينا له كيس شيبسي شوفوا هيعمل معانا ايه. انا هشغلك معايا. ماشي، بس انا مش بطولي. ايه فورياجي؟ مش اهواج انا. والنبي يا معلم فكك بس من الفيلم ده لحظة، وطالبين منك خدمة. احنا عايزينك تجيب لنا حرامي من عندك، عشان لما مؤاخذة كده عايزين نعمل عملية. ما الحتة كلها حرامية. لا، ما احنا عايزينك انت يا معلم اللي ترشح لنا حد. ما اقدرش يا بنتي، كلهم معزة واحدة، كلهم اولادي. احنا قصدنا اننا عايزين حد يكون تراست وورثي. ها؟ يعني حد تكون بتضمنه. بس اضمن مين؟ دول كلهم حرامية. انتوا تروحوا على القهوة تفرزوا اللي تفرزوه وتختاروا اللي تختاروه. احنا نروح نعمل اوديشن للحرامية. اوكي. ولو حصل حاجة قولوا يا معلم منعم. دي معلم منعم دي زي جزر يعني، دي التعويذة. نيلي ده طلع خارق. واو. اتكلوا انتوا على الله. ماشي. باي. يا معلم خد العيش اهو، انت سبتهم يمشوا؟ احنا كده بنتف في عبينا. بلاش قرب بقى يا ولا. لو عندك علبة آيس كريم في الفريزر والنور قطع، تاكله هو سايح ولا تستنى اما النور يرجع والآيس كريم يتجمد وتاكله؟ طب ما نجيب واحد جديد أسهل يا معلم. وكتر مصاريف كتر مصاريف يا ولا.